بحذر يتطلع أهالي ضحايا انفجار المرفأ إلى قرار المحقق العدلي الذي طلب فيه رفع الحصانة عن بعض النواب وأذونات لاستدعاء قادة عسكريين بصفة المدعى عليهم. الأهالي طيلة 11 شهراً لم يكونوا راضين بتاتاً عن سير التحقيق. It's a start, بس مش هيدا كل شيء. يعني الأيام اللي جاية هي رح تحدد قدي أهمية هالخطوة. يعني بدك تشوفي كيف الحسنات رح تنشيل أو لا، بدك تشوفي كيف الاستعاءات رح تمشي. يعني في كتير خطوات جاية وكل الأيام اللي جاية هي رح تقرر. هذه القرة القضائية التي رماها المحقق العدلي بوجه السياسيين وبعض الأمنيين تكمن أهميتها بوصفها ادعاء غير مباشر، أي أن الاستجواب مع النواب والأمنيين إذا ما حصل لن يتم بصفتهم شهوداً، إنما بصفتهم مدعى عليهم، والجناية هي القصد الاحتمالي لجريمة القتل وجنحة الإهمال والتقصير. أنا أعتقد أنهم إذا رفعوا الحصانة عنهم هذا يعزز شبهة الإهمال لديهم ولا مبالاتهم بالمخاطر التي كانت تحدق بالناس من خلال وجود نترات في مرفأ بيروت. وإذا لم يرفعوا الحصانة عنهم بات هؤلاء مدانين قانونيا وشعبيا، وبالتالي باتت كل هذه القوى السياسية أمام مواجهة مع الشارع بشكل عام ومع أهل الضحايا بشكل خاص. تشير الأوساط القضائية إلى أن المحقق العدلي حسم 80% من فرضية حصول الانفجار وتحديد أسماء المسؤولين عن إدخال نيتريت الأمونيوم إلى المرفأ ما بين لبنان والخارج. يترقب الأهالي واللبنانيون تقدماً في مسار التحقيق بعد 11 شهراً مخيبة للأمال شعر فيها الأهالي بأكثر من انتكاسة، واليوم لا يبدو المسار أمام المحقق العدلي سهلاً في بلد تتحكم فيه العصبيات الطائفية والمحسوبيات السياسية. ليلى خليل، الغد، بيروت.